مجموعة من البشر تفضل حالها عن غيرها. السوشيال ميديا له دور كبير، يعني هو أكبر مسبب بوجود العنصرية السوشيال ميديا. عنصرية يعني كيف؟ الناس، الشارع، البيت، في كل مكان بنواجه كأفراد ظاهرة العنصرية من إساءة وحتى التنمر. ليصير الموضوع في مجتمعنا طبيعي، ولكن لازم يضل موقفنا دائماً ثابت، وهو إنه إحنا كلنا ضد العنصرية. بس دائماً بيخطر ببالي سؤال بيحكي، هل كانوا الناس زمان بيعانوا من هاي المشكلة؟ ولا هي ظهرت بسبب التوترات الاقتصادية والسياسية اللي أصابت المنطقة ككل؟ لهيك قررنا ننزل على الشارع ونسأل الناس. كيف تربي أولادك إنهم ما يكونوا أشخاص عنصريين؟ يعني أكيد، يعني إنه هاي العنصرية يعني مقيتة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكى عنها دعوها فهي منتنة. فأكيد يعني إنه العنصرية إحنا بنسميها إقليمية، ما بنش نحكي عنصرية. العنصرية بنحكي بين أبيض وأسود، لا، لكن حتى بداخل الأردن، هذا شمال هذا جنوب، للأسف يعني هاي مشكلة، يعني وإن شاء الله نخلص منها عن قريب إن شاء الله. طب وين بتحس في عنصرية أكتر؟ كانت زمان، أيام زمان موجودة بين الجيل القديم، ولا العنصرية موجودة اليوم أكتر بيننا إحنا جيل الشباب؟ الأيام هاي، أعوذ بالله من هالأيام هاي. أنا رياضي، ولكن طلعت أولادي ولا واحد بحب الرياضة لأجل العنصرية اللي بشوف. ما بعرف، أنت جيلكم الشباب هسا الوقت هذا عندكم عنصرية. أول كانت الكل على عايش على لا عنده عنصرية، ولا كان يسأل ولا كان أي شيء. طب شو الحل بالنسبة لك إنه إحنا نبطل أشخاص عنصريين؟ وين لازم نبلش؟ والله لازم تبلشوا في مع تقعدوا مع الناس الكبار، وتقعدوا مع الناس اللي بتفهم، مع الناس اللي بتقدر. العنصرية مجموعة من البشر تفضل حالها عن غيرها، مستعدة تعمل أي شيء مقابل إن هي تحصل على أو غيرها يموت، مو مشكلة عندها. الجيل الجديد في تفرقة، بعد مش كل الأجيال، مش كل الناس، في ناس وناس، بعمل فرق بين الأخ وأخوه. العنصرية اليوم عم تكبر وعم بتزيد أشكالها، حتى وصلت لعنصرية داخل العائلة الواحدة. الدولة عليها مسؤولية والمنظمات عليهم مسؤولية، ولكن الشباب هم اللي عليهم المسؤولية الأكبر في تضييق هاي الفجوة الموجودة في المجتمع الأردني بشكل عام. مين برأيك عنده عنصرية أكتر، جيلنا إحنا الصغار ولا الجيل أكبر منا؟ أنا بشوف جيلنا. عمرك انحطيت بموقف وحسيت إنه في شخص تعنصر ضدك أو كان عنصري معك؟ أنا الحمد لله بالنسبة لي لا، ما حسيت. جيلنا في عنصرية أكثر. طب الفرق بين جيلنا والجيل اللي قبلينا، مين كان عنده عنصرية أكتر؟ هو يمكن لو الجيل اللي قبلينا كان كويس كان زبطونا، بس من عاطل لعاطل. طب مين عنده عنصرية أكتر، إحنا ولا هم؟ لا، الإعدام. بإيش كانت عندهم أكتر إشي؟ يعني العنصرية منتشرة كثير، خاصة في المباريات. كان هلأ بتحسي هيك منتخبات كأس العالم، هلأ راح يعمل كمان عنصرية كبيرة. مين بتحسي كان عنده عنصرية أكتر، زمان ولا هلأ؟ لا هلا، لا زمان، لا كانت الناس كلها يد واحدة مع بعض، تعاملهم حلو مع بعض. في النهاية الأردن وطن مستقل بهويته الوطنية الأردنية، وكل شخص فيه بيحمل الجنسية الأردنية هو أردني وهويته أردنية، ويجب رفض خطاب الكراهية والعنصرية وتكريس قيم العدالة واستقلالية القضاء وتجذير الحريات وسيادة الدستور والقانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان اللي من شأنها تحصين المجتمع من العنصرية.